السيدات والسادة، إن العهد الذي بيني وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها، كانت خطواتنا ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة. وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم. واسمحوا لي هنا أخرج على النص، لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم، الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم. وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان إحنا يعني متواجدين في ظل ظروف صعبة بتمر بها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها. عشان كده بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، ولكن هو آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية لما نستطيع أن نتجاوزها، ولكن يبقى بعد ذلك إن دي يبقى تاريخ عندنا. أنا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي احنا موجودين فيها، وأقول لكم إن احنا في مصر في أحداث 2011 و12 هقول أرقام، الأرقام دي كاشفة. أنا مش هتكلم على 13 و14 و15 و17 لغاية ما نحن فيه الآن، لكن أنا بذكرها دلوقتي يمكن حد يقول هو سياقها ليه؟ أنت بتتكلم في المواضيع دي ليه؟ أنا بتكلم في أسباب ما نحن فيه، بوصف حالنا اللي احنا محتاجين دايما نتذكره ونعرف ما الأسباب، الأزمة الكبيرة مش اللي موجودين احنا فيها دلوقتي، اللي تعرضت عليها الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث، ليه هي كده؟ وما نزعلش من الكلام ده، لكن هقول لكم على أقل في 2011 و12 الأرقام دي هو حجم الخسائر اللي تعرضت لها الدولة المصرية خلال فترة أقل من 24 شهر. أنا هتكلم على يعني مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، وكان ساعتها الجنيه أو الدولار ساعتها ب 8 جنيه، يعني ممكن نقول إن الخسائر دي كانت 10 مليار دولار. أنا عايز أقول لكم لما يكون في خسائر زي كده بتحدث لدولة أثرها ما بتنتهيش، يعني إنها إيه، جه حد جديد تولى مسؤولية البلد، اللي فات مات. لا، اللي فات ما ماتش، اللي فات ده متراكم وله آثار، ولازم نبقى عارفين الكلام ده كويس في كل الموضوعات اللي هتكلم فيها النهارده. لما أقول النهارده إن في 2013 و14 لغاية 17 الدولة المصرية الجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمدة 84 شهر عشان الإرهاب. الكلام ده ما حدش ذكره قبل كده وما اتكلمناش فيه قبل كده، لكن أنا بتكلم فيه دلوقتي عشان مش كشف حساب. هو مش كشف حساب، هو محاولة مننا لإلقاء الضوء حقيقة على واقعنا وعلى الآثار اللي بتترتب على أي إجراء نعمله ونتكلم فيه، وإن بعضنا من غير ما يقصد يوم يذكر موضوعات ويتكلم فيها وهو لا يدرك حقيقة الواقع. والمشكلة الكبيرة في إن التوصيف قد يكون مش متكامل. إن ما بقولش إن التوصيف خاطئ، التوصيف مش متكامل. أنا بقول القوات المسلحة صرفت شهرياً مليار جنيه لمدة 84 شهر. ليه؟ عشان الإرهاب. طب الإرهاب ليه؟ عشان إحنا فتحنا الباب في 2011 و12 لحالة من عدم الاستقرار ترتب عليها انتخابات غير مستقرة جابت لنا قوة غير جاهزة لقيادة الدولة. أنا بقول الكلام ده مش عشان أنا دايما أقول الكلمة ديت وأرجو أن أنتوا يعني تقبلوها مني. اوعوا تتصوروا ان انتم
ولتوني مسؤوليه ان انا رئيس جاي عايز امسك الكرسي فيه. لا، ده كلام ما بيتغيرش ومش هتغير. الكلام اللي انا بقوله على حضراتكم ده امر لن يتغير. انا موجود من اجل انفاذ ارادتكم. طول ما ارادتكم موجوده انا احترمها واقدرها واتوافق معها، والعكس مش كده.